رب العالمين يجبرني على فعل ما ويعاقبني، هذا يضر بعدالته لو ما يضر؟ هو يجبرني، رب العالمين أقوى مني لو مو أقوى مني؟ أقوى مني، فبقوته اللي هي أقوى مني يجبرني على فعل أمر ما حتى إذا كان خطأ هذا الفعل. يوم القيامة يقول ليش سويتك؟ أقول له فعلي فعلك؟ جهنم وبئس المصير. أقول له أخو أنا شنو؟ أنت جبرتني. يقول جهنم. هذا يضرب العدل لو ما يضر؟ هاي العقيدة اتبناها مجموعة كبيرة من المسلمين يوم ما تبناها لليوم، متبنات من قبل فرقة كبيرة من المسلمين. شو ما قاعد أسيء لأحد، كيف بشكل عام ما أحب أسيء لأحد بشكل عام، أقول فرقة كبيرة من المسلمين تبنين هاي العقيدة. زين هذا اللي يجبر عبده ويعاقبه، أكو مشكلة بعدالته؟ سؤال، رب العالمين أكو مشكلة بعدالته يوم ماكو؟ ماكو. فأنا لما أعبد واحد أكو مشكلة بعدالته، أكو مشكلة بعبادتي يوم ماكو مشكلة بعبادتي؟ أكو مشكلة بعبادتي. رب العالمين موش. أو بالمقابل إذا التفتود الأحبة، يجي مسلم آخر يقول أنا أعبد الله اللي خلقني وتركني، هذا ذهب إليه المفوضة اللي هم معتزلة. رب العالمين خلقني وشنو؟ وتركني. سؤال، احنا تحت سلطان الله الآن يو خارج سلطان الله؟ تحت سلطان. إذا خلقني وتركني طلعت من سلطانه يوم طلعت من سلطانه؟ طلعت من سلطانه. زين اكو مسلم الان هيك يعتقد، واكو مسلم بالمقابل هكذا يعتقد مثل ما بينت بخدمتكم الان، الاثنين عندهم مشكله. سبب هذه المشاكل، اكو مسلم مجسم، اكو مسلم مشبه، اكو هاي سببها شنو؟ شنو سببها؟ لها سبب يوم ما لها سبب؟ لها سبب. هذا مجال التوحيد ومعرفه الله، اخذ من اهله يوم من غير اهله، من غير اهله طاحوا بهالمطبات الكبيرة. هذا هو الكلام. فمن تقول لي شهر رمضان شهر عبادة، نعم، بس أنا أقدر أفرق العبادة عن المعرفة؟ تصير العبادة غلط. والمعرفة أقدر أخذها من غير أهلها؟ تطلع النتيجة غلط. قضية محيوكة حياكة، ما أقدر ألعب بها أنا، هي محيوكة. تقرؤون في زيارة الجامعة الكبيرة لإمامنا العاشر علي الهادي عليه السلام، من أراد الله بدأ بكم. شو الوضوح هذا؟ أصلا البداية منكم، وإلا شلون أنا أريد الله؟ شو إذا أنتم المخولون حصرا بتعريف الله للناس، إذا أنا أروح من غيركم شلون أعبده وشلون أعرفه وشلون؟ ولهذا البداية منكم، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم. فقرة أخرى بالجامعة الكبيرة، السلام على محال لمعرفة الله، محال لمعرفة الله.